رقم واحد، لما الطرف التاني اللي قدامي يثور او يتضايق او انا مش لازم اخد اكشن في الوقت ده، انا لازم ابدا اسيبه لحد ما يفرغ تماما ويخلص اللي عايز يقوله، وبعد كده ابدا اتكلم معاه بهدوء، وكل ما يحاول يطلع انا ما اطلعش معاه، لان ممكن هو يفضل كمان يعلي السقف. كمان هيبقى عندي ملاحظه، ودي من الحاجات المهمه جدا، هو الطرف التاني ده ايه الشهور في السنه اللي بيكون عنده مشاكل فيها. يعني في عالم فرنسي اسمه مارك فرشيه قال ان احنا كل سنه في حاجات بتتعاد بالنسبه لنا، فهتلاقي مثلا الناس عندهم شهر مثلا زي شهر رمضان ممكن يبقى سعيد قوي، او عند حد تاني ممكن يبقى جاي عليه بمشاكل صحيه على سبيل المثال، ذكرى التراما بتاع ذكرى حاجه مريت بيها فعلا. فانا هبدا اعمل ايه؟ هبدا برضو اتعب شويه ان الاحظ الطرف التاني ده، وانا كمان الشهور اللي عندنا فيها مشاكل، الايام هل هو بيقوم من النوم مزاجه وحش فانا هتحمله في الوقت ده، هل هو عنده مثلا ذكرى معينه لحد توفى ففي الذكرى دي هو ممكن نفسه يبقى مش عارف، يبقى موده وحش من غير ما يعرف، بس هو ده متخزن جوه الجسم بتاعنا، فابدا انا اديله العذر. فهنا هبدا، وعلى فكره الكلام اللي انا بقوله ده يعني احنا متخصصين بس برضه بنقع فيه، لان احنا في الاول وفي الاخر بشر. يعني في الاول وفي الاخر انا مش الشخص اللي هو بيعامل مراته احسن حاجه في الدنيا، بس بحاول على قد ما اقدر وبحاول على قد ما ادرس. فهي الفكره هنا انك حتى لما تقع في مشاكل مع الطرف الثاني، حاول انك على قد ما تقدر انك تراجع نفسك، وانك لو غلطت قول انا غلطت. يعني ما احنا كعرب شويه عندنا انا غلطت، دي بتبقى صعبه شويه، بس دي بصراحه فيها ستات ورجاله يعني في الحقيقه. يا سلام عليكي، عدم الاعتراف بالغلط دي فيها ستات ورجاله. خلينا نقفل الحلقه كده منصفين وراضين جميع الاطراف. بصي يا دكتور مش موافقه. لا انا اعتقد